شارك سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى دول الخليج وبريطانيا في العاصمة لندن. وطرح الوزير في المؤتمر الذي نظمته وزارة التجارة البريطانية مع مجلس التعاون الخليجي، طرح رؤية المملكة والتعاون الاقتصادي مع بريطانيا بتسهيل عملية التجارة وفتح أسواق جديدة تخدم مختلف القطاعات. انطلاقة اقتصادية كبيرة لدول الخليج في وقت تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أولى الخطوات العملية جاءت من خلال المؤتمر الذي يعد هو الأول من نوعه لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عبر عنها في المؤتمر الذي استضافته العاصمة البريطانية وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، رؤية تهدف إلى إحداث نوع من التكامل بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وفي الإطار نفسه تسعى البحرين للتسريع من وتيرة تسجيل الشركات البريطانية في المملكة وتنويع مجالات الاستثمار لتتجاوز قطاع النفط إلى الصناعة والزراعة والتجارة والقطاعات الخدمية. تم عرض ما هو يقابل هذه الدول من تحديات سواء في الخليج بتنويع المصادر الدخل في الاقتصاد والمحافظة على وتيرة التنمية الاقتصادية في ظل نزول أسعار النفط، أو في بريطانيا بالمرحلة القادمة بخروجهم من الاتحاد الأوروبي. في علاقة قديمة بين منطقة الخليج وبريطانيا، والعلاقة في نمو، مستوى التبادل التجاري عالي وجيد. الحكومة البريطانية أكدت على عمق العلاقات مع مملكة البحرين وثقتها في الاستثمار الخليجي بشكل عام، مدللة على ذلك بتواجد الآلاف من الشركات البريطانية العاملة في السوق الخليجي، معتبرة أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق حقيقية لعلاقات تجارية مستقبلية أكثر متانة. ويقدر حجم الاستثمار الخليجي في بريطانيا بنحو 130 مليار جنيه استرليني. نتعاون مع شركاء دوليين لديهم رؤى اقتصادية واضحة. المملكة المتحدة ودول الخليج تتقاسم علاقات تجارية واستثمارية قوية ومتنامية، والروابط التي تجري اليوم بين الحكومة والأعمال ستساعد على تشكيل مستقبل أفضل لجميع دولنا. التعاون مع المملكة المتحدة يأخذ خصوصيته أيضا بسبب المخرجات القمة الناجحة التي عقدت بين دول المجلس أصحاب جلالة والسمو قادة دول المجلس ورئيسة وزراء بريطانيا، أكدوا على أهمية التعاون الاقتصادي. مباحثات جادة شهدتها جلسات المؤتمر ناقش خلالها وفد المملكة مع قطاعي الأعمال العام والخاص في بريطانيا سبل إقامة علاقات اقتصادية قوية بما يخدم الجهود الترويجية لقطاع السياحة في البحرين وتطوير التعليم وبناء المدارس والمساكن ومشاريع تخدم الشباب. تسعى بريطانيا في هذا المؤتمر لتكرار تجربتها التجارية الكبرى قبل 200 عام مع مملكة البحرين، والتي قادت لأكبر صفقات تجارية يعرفها التاريخ البريطاني. عبد جمال، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.